فيما يخص عدد السائقين يعني الخاصين اللي كيشتغلوا في التطبيقات الذكيه على مستوى الوطني كيبلغ تقريبا العدد ديالها شي 12000 حتى 13000 سائق، وبالنسبه لمدينه الدار البيضاء تقريبا كاينه شي 6000 سائق اللي كتشتغل عبر التطبيقات. فيما يخص الشروط اللي كنطالبوا بها يعني على السياره اللي كتشتغل في التطبيقات، فالسياره خاصها تكون كتوفر على حاله ميكانيكيه جيده، ما تكونش مهتريه، ما يكونش يعني العدد السنوات ديالها قديم بزاف. كنحاولوا ناخذوا السيارات من 2010 يعني حتى 2021، والاغلبيه بالنسبه للتطبيق اللي كنشتغل فيه فالسيارات الاغلبيه اللي كاينه السيارات يعني اللي جديده واللي في المتناول ديال المواطن وديال الزبون واللي يعني اللي كيرتاح ليها الزبون ديال التطبيق. بالنسبه للشروط اللي كنطالبوا بالنسبه للسائقين عبر التطبيق، فاول حاجه كنطالبوا ليه الفيش انتروبروميتريك يعني ما يكونش عنده سوابق عدليه، ويكون حاصل يعني اكيد على يا اما رخصة الثقة او لا بطاقة المقاول الذاتي، وطبيعة الحال تنطلبوا ليه البطاقة الوطنية والبيرمي يعني العادي. اما بالنسبة للتأمين فالتطبيق اللي كنشتغل فيه فكاين تأمين خاص ديال الشركة، ففي حالة يعني وقع لا قدر الله شي حادث ولا، فالشركة كتقوم بالتعويض ديال الزبون وأيضا التعويض حتى ديال السائق. وكانت يعني واحد الحالة وقعات في 2016 كنظن، يعني السيدة كان وقع واحد الحادث بسيط على مستوى يعني الباب ديال السيارة، وفعلا تم التعويض ديال هاد الزبونة بمبلغ ما يقارب تقريبا واحد 6000 درهم. الخدمات يعني اللي كنمتازوا بها على الطاكسي، اولا في الاسطول، فالاسطول اللي تنخدموا به يعني السيارات هي سيارات جيده، وهذا هو اللي كيخلي يعني الزبون البيضاوي بالضبط انه كيبغي يتنقل عبر هذه الوسيله اللي هي التطبيقات الذكيه للنقل بالسيارات الخاصه. المساله الثانيه ما كنحدوش الوجهه، يعني الزبون كيختار الوجهه اللي بغى واخا تكون خارج مدينه الدار البيضاء ما كاينش اشكال. المساله الثانيه وهي لا ديسبونيبيليتي يعني الوفره ديال الطلبات، يعني الزبون مني كيطلب يعني السياره كيلقى كاينه لا ديسبونيبيليتي كيمشي عنده السائق يعني ما كيتعداش واحد الوقت اللي ما كان ماكسيموم 10 دقائق تقريبا. هذه واخا تكون المسافه بعيده، يعني حنا تقنيا يعني كنحاولوا ان الزبون ما كنتعطلوش عليه. هذه هي اهم نقطه اللي كتخلي العدد ديال الزبائن كيرتفع في التطبيقات. والمساله الثالثه ان الزبون كيركب يعني بوحديته، ما كيركبش مع زبون واحد اخر، يعني ديك السياره كتولي يعني كترهن ليه هو فقط، ما كيركبوش مع زبون، هذا بخلاف السيارات الاسرى اللي كيعرف الجميع انه كيراكولي كيقدر يركب مع زبائن اخرين، وخصوصا في هذه الظروف ديال الكوفيد يعني كنلاحظوا على ان المواطنين باغيين يركبوا عبر التطبيقات يعني بوحدو، ما باغيش يركب مع زبائن اخرى حفاظا على السلامه ديالو وعلى الصحه ديالو. وكاين حل واحد هو تقنين هذا القطاع، تقنين القطاع يعني وضع واحد القانون تنظيمي اللي كيأثر هذا القطاع هذا، خصوصا انه يعني كيحضن واحد الفئه كبيره ديال الشباب المغاربه اللي حاصلين على يعني مجموعه من الدبلومات من بينهم عبدو ربي. فعندي مجموعه ديال الدبلومات من بينها يعني اجازه في القانون الخاص، اجازه في العلوم السياسيه، دبلوم الالكتروميكانيك، ما توفقناش اننا نحصلوا على وظيفه لا في العمومي ولا في الخصوصي، يتجم الاحتضان ديالنا ولقينا راحتنا والمآل ديالنا في هذا القطاع هذا. فهذا مجرد نموذج، فمني عداد ديال يعني الشباب المغربي اللي كيشتغل في هذا التطبيق هذا، واللي ما بقاش كيفكر نهائيا انه يمشي يشتغل في شي خدمه اخرى، لان المورد العيش ديالو يعني كيحاول يوفره في هذا العمل هذا. لهذا كنطالبوا من المسؤولين يعني باخذ عين الاعتبار هذا القطاع هذا، فهو راه غيحل واحد المعضله كبيره ديال الشباب العاطل على العمل، وفي نفس الوقت راه غادي يعني اقتصاديا في مدينه الدار البيضاء
كنهضر على مدينه الدار البيضاء لاني كنشتغل فيها، فراه اقتصاديا غادي كيحرك يعني مجموعه من الامور. على سبيل الذكر فمجموعه ديال الاخوان خرجوا سيارات يعني جديده يعني من في هذه الظروف ديال الكوفيد، يعني اقتصاديا كاينه واحد التنميه كيعاون تنمويا في الاقتصاد ديال مدينه الدار البيضاء، اضافه على اننا كنشتغلوا في اطار المقاول الذاتي. كما كيعرف الجميع اننا كنقوموا يعني بتاديه يعني 1% على الدخل ديالك من كل 3 شهور يعني تقريبا 4 المرات في السنه، وكاينه يعني كاين خلصوا ضرائب اخرى. هذه يعني مساله غادي تنفع يعني حتى الدوله في المداخل ديالها ضريبيا، وهذا بخلاف ما يقع في سيارات الاجره اللي ما كتخلص حتى درهم للدوله في هذا القطاع هذا.